مرحبا واهلين ترحيبا يطول بالقبايل والوفود وبالدقول في رسام وموقف جدا يهول عن على ربعيها للعليا على كاسبين المدح من عهد مضى والشريك برمجحين ما يهون والقبائل جمعها عسى يسلمون بس تعطيش البنادق خذلوي يا شون دون عين الشمس حجب نورا مرحبا واهلين ترحيبا يطول بالقبايل والوفود وبالدقول في رسام مكمل وجدا يهول عن على ربعيها للعليا على كاسبين المدح من عهد مضى والشريك برمجحين ما يهون والقبايل جمعها عسى يسلمون شوف تعطيش البنادق خذلوي يهدون عين الشمس حجب نورا مرحبا واهلين ترحيبا يطول بالقبايل والوفود وبالدقول في رسام وموقف جدا يهول عن على ربعي اهل العليا على كاسبين المدح من عهد مضى والشريك برمجحين ما يهون والقبايل جمعها عسى يسلمون بس تعطيش البنادق خذلوي يهدون عين الشمس حجب نورا السلام عليكم الله يمسيكم بالخير لا 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 يا لا 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 يا لا 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 من يحج البيت فاز بلولوية مقصده مكة يحج بنورها يا لا 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 من يطاول ضلع منع ما يطول يا ضيف الله قول علم وبد قول انهال من الشعر وبحوره نهول حظنا في عالي القمة على ساقي وساقك على الجزلة مضى ساقي وساقك على الجزلة مضى من يحج البيت فاز بلولوية مقصده مكة يحج بنورها السلام عليكم قواكم الله جميع يا لا 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 الله يا قرب البنادق من اللغم والله يا قرب الزير من صافرة الانذار على العلا تعداد جيش الملك في صنعاء
اللي هزم عبد الملك والحواثية. من بعد ذكر الله نقول ونفيد قول باسم الخراشي واسمي يا بدي السلام. الله يا قرب البنادق من اللغم، والله يا قرب الزير من صافرة الانذار. آل العلا تعداد جيش الملك في صنعاء، اللي هزم عبد الملك والحواثية. من بعد ذكر الله نقول ونفيد قول باسم الخراشي واسمي يا بدي السلام. الله يا قرب البنادق من اللغم، والله يا قرب الزير من صافرة الانذار. آل العلا تعداد جيش الملك في صنعاء، اللي هزم عبد الملك والحواثية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، والله يديم الأفراح. يا لا 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 سلام يا اللي توج الحافل في دقوله، والله يحفظ دولة الخير والسلام. ما في قلوب ابني شهر هم ولا غم، والله يمين موفي الحلف والانذار. أن الروافض ما لهم في بلدنا صنعاء، ألا تقلع الحصى والحواثية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعيد الترحيب، مرحبا ألف بالجميع، الله يحييكم جميعا. الحقيقة من ضيق الوقت، ولا كان خلينا العرضة تستمر شوي، ولكن ضيق الوقت هذا اللي اضطرنا. معنا قهوة الآن، فالله يحيي الجميع. مرحبا بجميع من حضر في هذا المكان، كل من حضر في هذا المكان ضيف علينا ذا الليل، الله يحييكم جميعا. كل من حضر، لا أحد يروح، كلنا حاسبين حساب أي واحد وصل للمحل هذا، فالله يحيي الجميع جميعا. تفضلوا، الله يحييكم. عشان إن شاء الله بعد العشاء مباشرة، بعد صلاة العشاء مباشرة هالعشاء بإذن الله تعالى، الله يحييكم جميعا. تفضلوا القهوة الآن، حي الله الجميع. مشاهدي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم من مركز ثلوث المنظر، وبالتحديد من سوق الاثنين، ونحن هنا بدعوة كريمة من الشيخ حسن بن محمد الشهري بمناسبة زواج ابنه الأستاذ فيصل بن حسن الشهري، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معي في هذا اللقاء الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهري، فأهلا وسهلا بكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نهني العريسين على هذه الليلة المباركة، وما نقول لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمعهم على خير. ثانيا، نحيي قناة السيوف، قناة الحفلات، قناة التراث، تراث المنطقة الجنوبية، جميع التراثات، وليست المنطقة الجنوبية، كل التراثات، قناة السيوف هي ملمة بها، وهذا شيء يثلج الصدر، ومما يشجع المواطن السعودي على أن يهتم بتراثه، تراث الآباء والأجداد، كالحفلات وكذا والحاجات الحميدة وليست البذيئة. فنحيي قناة السيوف، وعلى رأسهم الأستاذ صالح العمري، وكن حلم سهلا وألف يا مرحبا. ثانيا، نقول الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة التي أسداها الله علينا، ونقول هذه النعمة ما جت إلا من جهود،
من ولاة أمورنا، فنحمد الله الذي هيأ لنا هذه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أبو فهد وولي عهده الأمين محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك أنقل التحيات والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على هذه الجهود الطيبة التي يقوم بها لإسعاد المواطن. ثالثا نهني جنودنا البواسل على الحدود الجنوبية ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. الله يعطيك العافية. جنودنا البواسل يستاهلون، إذا كان لك كلمة لجنودنا المرابطين على الحد الجنوبي فيستاهلون منك. نقول لجنودنا البواسل أنتم فرسان هذه البلد، البلد هذه هو ذمة علينا وهو على مسؤوليتنا، ويقول لك وطن لا نحميه لا نستاهل العيش فيه. فالحقيقة أنتم الآن أبنائنا المرابطين على المنطقة الجنوبية وعلى الثغر الجنوبي، وكل الذي تعملونه هو يكون مثل جل الصدر. بالنسبة لأخواننا الذي استشهدوا نقول لهم عليهم رحمة الله، وإن شاء الله إنهم شهداء هذا البلد، وهم في قلوبنا سواء في الليل أو في النهار، وهم أبنائنا، كيف إنما هم أبنائنا هذولا وفلذات أكبادنا، فنقول لهم ألف مبروك. الله يعطيك العافية ويسلمك. إن شاء الله سعيد جدا بوجودك معنا عبر شاشة قناة السيوف الفضائية. إذا كان لك كلمة أخيرة الشيخ عبد الرحمن تفضل. كلمة الأخيرة نقول أهلا ومرحبا بقناة السيوف، قناة المناسبات، قناة المنطقة الجنوبية التي لا زالت هي تتابع عادات وتقاليد المناطق سواء في الجنوبية أو في الشمالية في جميع أنحاء المملكة. تراثنا هو يقول لك بلد لا تراث له فلا قيمة له، فبالنسبة هي الذي تتابع التراث على تخرجه في المخرج اللي هو مناسب له. فنقول لكم أهلا وسهلكم ولكم ألف مرحبا. الله يسلمك. كان معي الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، لازالت تغطيتنا مستمرة في احتفال الشيخ حسن بن محمد الشهري بمناسبة زواج ابنه فيصل. معي الشيخ محمد بن أحمد الشهري، فأهلا وسهلا بك. مرحبا وأهلا وسهلا بكم، والله يحييكم وقناة السيوف والعاملين عليها. الله يعطيك العافية. بما أنكم تحضرون وتشاركون أفراح الأستاذ فيصل، ما هي كلمتكم له بهذه المناسبة؟ نقول له نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يوفقهم في حياتهم الزوجية، ونقول لهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير، فنسأل الله أن يكون حياتهم سعيدة. على كل حال احنا دعانا بالحضور هنا، وهذا دعوة لنا شرف لنا بالحضور زواجه واحتفاله، ونسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله. جنودنا المرابطين هالأيام على الحد الجنوبي أكيد لك كلمة لهم بهذه المناسبة. جنودنا البواسل الذي مرابطين على الحدود الجنوبية نسأل الله لهم التوفيق، وأن الله يشد على أيديهم وأن يسدد رميهم. قلوبنا معهم ونحن نعتبر الخط الثاني بعدهم، أما ليس هناك واقفين وحنا من وراهم إن شاء الله بإذن الله ندعو لهم ليلة ونهارنا وفي صلاتنا وفي كل وقت وقلوبنا معهم. نسأل الله أن يوفقهم ويسدد رميهم ويجعلهم إن شاء الله في خير. سبق وأن التقيت معك في مناسبات مضت، طبعا رأيك في قناة السيوف قد أخذت يعني منك، لكن ما رأيك يعني في بعض العادات والتقاليد يعني اللي سألتك عنها قبل كذا؟ يليت لو تعطي السادة المشاهدين فكرة عن ما يحويه سوق الاثنين هنا من عادات والتقاليد. والله بالنسبة لمنطقتنا وسوق الاثنين وما يحتويه هو سوق قديم يعني من عهد الأباء والأجداد، يتراودون جميع المنطقة يعني، فهو سوق شعبي قديم ولا زال لحد الآن قائم، وعوايده كما الآن سوق يعني أسبوعي كل أسبوع يعني يقوم السوق، والحقيقة سوق يخدم المنطقة
على كل حال هذا السوق نعتبرها خدمة للمواطنين، فهذا هو السوق. نعم، نتمنى أن يكون دائما أكبر وأوسع من ذلك. حسب علمي وما شاهدناه بأن في خط يربط سوق الاثنين بالمجاردة وخط، قد نفذ الخط يا شيخ محمد ولا باقي؟ والله بالنسبة للخط هو على كل حال هو الآن تحت التنفيذ، وقد نفذوا النص من الخط وهم شقالين إن شاء الله فيه، وبإذن الله أنه يكتمل في الوقت القريب إن شاء الله بإذن الله. وبذلت دولتنا أيدها الله الشيء الكثير في خدمة المواطن. يعني كمان السوق الاثنين على نفس الخط بتزدهر فيه الحركة التجارية وبتزدهر فيه يعني بعض الأشياء القديمة. نعم، سوق الاثنين طال عمرك هو له وصلة من الخط الرئيسي يوصل للسوق، فهو الآن جاري إن شاء الله بإذن الله تنفيذه. والآن هم قد بدأوا في السفلة تفول الخط وماشيين إن شاء الله بإذن الله عن قريب أن يكون منتهي بإذن الله. كلمة أخيرة شيخ محمد. الكلمة الأخيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم أنتم يا قناة السيوف. الحقيقة أنتم تشرفونا بحضوركم، وأنتم اللي تخلونا دائما نتعود على التراث القديم ونحافظ عليه، ولولا أنتم وتتابعون التراث القديم ما كان إلى حد الآن على الوجه موجود يعني. فنسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله. وأنت بالنسبة لك أنت فأنت الحقيقة أنت في رأس القمة بالنسبة لهذا القناة، فالله يوفقك إن شاء الله. يعطيك العافية. كان معي الشيخ محمد بن أحمد الشهري، فشكرا جزيلا له. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء والذي يجمعني بالشيخ حسن بن محمد الشهري والد عريس هذا المساء، فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا والله يحييكم ويا مرحبا. الله يسلمك. بما أنكم تحتفلون بابنكم بمناسبة زواجه، ما هي كلمتك له بهذه المناسبة؟ أقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير. والحقيقة هذه الليلة من أسعد الليالي عندي، ربما ما يقارن بها إلا حفلة زواجي. الله يسلمك ويبارك. طبعا فات علي أني أبارك لك باسم الشيخ سعيد الهداوي باسم قناة السيوف الفضائية من إداريين وإعلاميين هذه المناسبة. الله يحييكم وحياكم الله قناة السيوف والشيخ سعيد الهداوي من رواد التراث الشعبي في الجنوب. والحقيقة أن التراث كاد يندمر، ولكن بفضل الله ثم بفضل الشيخ سعيد الهداوي وأمثاله ما قصروا حقيقة، أحيوا التراث ونقول الله يجزاهم خير. طبعا ماذا تود أن تذكر أو ماذا تود أن تقول من حضر مناسبتكم هذا المساء؟ نرحب بالجميع والله يحييهم على الرحب والسعة، والحقيقة كل من جاء لهذا الموقع شرفنا بحضوره، فالله يحييكم وأنتم على رأسهم يا قناة السيوف. الله يحييكم جميعا، بارك فيك. طبعا يطيب اللقاء معك، لكن لو يعني كان لك كلمة أخيرة عبر هذا اللقاء تفضل. ما أقول للعريس إلا الله يبارك لها إن شاء الله، وما نوصيه على عروسه، ونقول للجميع الله يحييكم وعلى الرحب والسعة. ونشكر قناة السيوف أو ذا مرة أخرى على تغطيتها لهذا الحفل وتغطيتها لحفلات الجنوب بصفة عامة وفي المملكة بصفة عامة. حياكم الله. فات علي ما أسألك، بس أنا سمعت الشاعر هيازع بن سليمان البارقي يقول إن حضر زواجك والآن يحتفل بزواج ابنك. صحيح، هيازع حضر زواجي وقال قصيدة، وإن شاء الله ناتقال بعد العشاء بإذن الله تعالى.